أهلا بكم إلى هذا الموجز. شن الطيران الحربي الصهيوني الاثنين غارات عنيفة على وسط قطاع غزة وجنوبه، ما أسفر عن استشهاد وجرح العشرات. وأفادت وسائل إعلام محلية باستشهاد 15 فلسطينيا وإصابة العشرات جراء قصف الاحتلال مدرسة أبو بكر الصديق جنوبي مدينة خان يونس، في حين استشهد 8 آخرون في قصف مدفعي صهيوني استهدف منازل بحي المنارة في جنوب شرق المدينة الواقعة جنوب قطاع غزة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن طائرة مسيرة لقوات الاحتلال الصهيوني أطلقت النار باتجاه ساحة مستشفى غزة الأوروبي في جنوب شرق خان يونس، كما قصفت طائرات الاحتلال مباني كلية العلوم والتكنولوجيا جنوبي المدينة. المصدر ذاته ذكر أن الطيران الحربي الصهيوني شن سلسلة غارات عنيفة على مخيم المغازي وسط قطاع غزة. استشهد 18 فلسطينيا على الأقل وأبلغ عن عشرات المصابين والمفقودين جراء سلسلة غارات شنها طيران الاحتلال استهدفت منازل في دير البلح ومناطق في وسط قطاع غزة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن مصادر طبية بوصول 8 شهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى، إضافة إلى عشرات المصابين ضمنهم أطفال ونساء، إثر استهداف طيران الاحتلال منزلا غرب دير البلح وسط قطاع غزة. أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن القصف الصهيوني على القطاع أوقع 73 شهيدا خلال الساعات 24 الماضية. الوزارة في بيان لها أكدت وصول 99 مصابا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع خلال الساعات الماضية. وارتكبت قوات الاحتلال الصهيوني الأحد مجازر جديدة بحق المدنيين أسفرت عن استشهاد 160 فلسطينيا وإصابة 250 آخرين. تخوض المقاومة الفلسطينية اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال الصهيوني في وسط قطاع غزة وجنوبه. وأفادت وسائل إعلام محلية باندلاع اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال الصهيوني في محيط كلية العلوم والتكنولوجيا جنوب شرقي خان يونس، وكذا في منطقة قيزان النجار جنوبي المدينة، بالتزامن مع تواصل الاشتباكات في مخيم المغازي وبلدة الزويدة وسط قطاع غزة. أخرج العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة 30 مستشفى عن الخدمة بشكل كامل. ودعا المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إلى فتح معبر رفح وتحويل 6000 جريح للعلاج في الخارج بشكل فوري وعاجل في ظل الكارثة الإنسانية التي يعانيها القطاع جراء العدوان الصهيوني المستمر. أدان البرلمان العربي مضمون التقرير الأخير لكتابة الدولة الأمريكية المتعلق بوضع الحرية الدينية في الجزائر. البرلمان العربي في بيان أشار إلى أن التقرير تضمن معلومات غير صحيحة ومغلوطة لا تمت للواقع بصلة، مشددا على أن القضايا المتعلقة بالحريات الدينية ترتبط بالخصوصية المجتمعية والثقافية لكل مجتمع، ولا يجوز التدخل فيها خارجيا تحت أي مبرر من المبررات. وأكد البرلمان العربي أن الجزائر من الدول المشهود لها بالوسطية والاعتدال، فضلا عن كون الدستور والقوانين الجزائرية تقر بالحريات الدينية وتضمن حرية المعتقد بشكل واضح لا لبس فيه. نهاية الموجز، شكرا لكم وإلى اللقاء.